عند كتير من الناس وخاصة في السن المتقدم الخشونة، خشونة الركبة. خشونة الركبة بتبدأ من سن امتى وايه هي اهم الاعراض ليها؟ خشونة الركبة، خشونة الركبة دي هي بتحصل في الغضروف نفسه نتيجة الاستخدام الزيادة زي ما احنا بنقول، او ممكن مثلا تحصل نتيجة الوزن الزائد على الجسم. الاستخدام الزيادة ده معناها انه مثلا بيطلع سلم وينزل بصفة مستمرة، بيمشي كتير، بيطلع سلم، المشي الكتير، الرياضة الزيادة عن حاجة يعني الجسم ركوب نفسها، الدراجة مثلا ده ممكن يعمل، ركوب دراجة ممكن يحصل، الجري، التمارين الرياضية المبالغ فيها، المبالغ فيها اللي هي اللي بتبقى بتتعدى طاقة أو استحمال الركبة نفسها، ده كله ممكن يأثر على وجود خشونة في الركبة. بالظبط، أو الوزن الزائد ده كله بيساعد على سرعة ظهور خشونة الركبة. هل لها سن معين؟ هي بتبدأ عادي، يعني هي بتبدأ من الثلاثينات ولغاية يعني إلى ما شاء الله، يعني هي مش ملهاش سن معين.